طيب خلاص هيتعين حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 في المباراة اللي هتكون إن شاء الله يوم 22 أغسطس علشان الموضوع يمشي بدون أزمات. إذن مفيش حكام مصريين. المقترحات اللي كانت يعني أو وضعت بخصوص حكام مصريين ل يعني مراقبة المباراة ده مش هيكون، أو تحكيم المباراة ده مش هيتم علشان المباراة تسير بشكل يعني كويس ما يكونش فيه أي أزمة. وده كان قرار اللجنة الخماسية النهاردة في اتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني، وده الحقيقة يعني ده معتاد. يعني بيقولوا لي ده معتاد طبعا ان بيكون في يعني حكام اجانب في المباريات الشديده الحساسيه يعني كابتن، خاصه يمكن استخدام تقنيه الفار. يعني ده برضو جزء مهم جدا هو تقنيه الفار. الناس جايه وزي ما قلنا او اللجنه الخماسيه قالت ان هم الحكام اللي جايه عندها خبره كبيره في استخدام